هلا هي اول بطوله بتصير هون في الشمال السوري المحرر بين غصن الزيتون ودرع الفرات كجودو، بالاضافه الى ثلاث انديه من ادلب اجت شاركت اول مره في بادلب صارت بس، ولكن هون ما اول بطوله. الحمد لله بطولة كتير ناجحة، وكان الكادر كله كادر تحكيم تركي، يعني تعد بطولة دولية بما أنه الإدارة كلها تركية كانت، وإجانا حكام من تركيا وشاركنا معهم بالتحكيم، وشاركنا باسم نادي دمشق الرياضي بالفريق وباللاعبين، والحمد لله حصدنا جميع المراكز بجميع الفئات تقريبا، سيطرنا على البطولة كاملة. أكثر من 150 لاعب شارك تقريباً، شاركت ب 45 لاعب بين الفئات الصغار والأشبال والناشئين والرجال والشباب، كانت المشاركات فيه جيدة. طبعاً هاي المشاركات كتير مهمة لتطوير اللاعب، لأنه إذا ما في احتكاك للاعب مع لاعب آخر مع منتخب آخر أو مع فريق آخر ما رح يتطور اللاعب. نحن بالمنطقة المحررة بشكل عام منقطع عن جميع المجالات، يعني ما في انه عالم عم تدخل مشاركات خارجية او حكام عم يجينا، بقى اليوم اجانا حكام اتراك، بقى كان في اليوم تشجيع انه ان شاء الله يصير مستقبلا بطولات خارجية مشان العالم تشارك، وكانت الاجواء حماسية وجيدة يعني اليوم. كان في مستويات جيدة جدا. المركز الثاني اخ كمان لاعب قديم، كمان ايضا من لاعبين الشام، من لاعبين قدامى. كانت المباراة الأخيرة على المركز الأول بيني وبين هذا الاخ، والحمد لله حققت المركز الأول فيها. ليل هاني الصالح.